السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله تاني إعدادي، هنبدأ مع بعض يا ولاد مراجعات بقى الفاينل ريفيجن، المراجعة النهائية مادة اللغة الإنجليزية. طبعا معانا مراجعة قوية جدا، فاينل ريفيجن من سلسلة المعاصر، ده من سلسلة إيه كتب المعاصر، طبعا دي غير مخصصة للبيع. هسيب لكم اللينك بتاعها أسفل الفيديو، فيها 15 اختبار إحنا هنحلهم على إيه يا ولاد، على هيئة إيه، فيديوهات كده هنسميها امتحانات متوقعة. اقول لكم بس المراجعه مكونه من ايه. اول حاجه يا ولاد عندنا رايتنج سكيل، مهاره الكتابه، عطيني بقى الموضوعات المتوقعه كلها. معانا موضوعات الانشائيه ورسائل البريد الالكتروني الهامه التي وردت في المنهج، تمام. عندنا مثلا ايه، شوبينج اونلاين، التسوق عبر الانترنت. عندنا هاو تو بي سيف اونلاين، ازاي نكون امنين عبر الانترنت. كمان عندنا ايميل عن هاو تكنولوجي از يوسفل، هي ايه از يوسفل، ازاي التكنولوجيا دي حاجه مفيده. ماي فيفريت سناك، وجبتي الايه المفضله، في اصل فضل الاطعمه الجاهزه والاطعمه السريعه، هيلث فود، الطعام الصحي. بعد كده بيقول لك هاو تو هيلب ذا ديسابلد، ازاي نساعد ايه غير القادرين. يور فيفريت فيلم، اللي هو ايه فيلمك المفضل. موضوعات مهمه جدا، بلانز فور ماي نيكست هوليداي، مش محتاج للمراجعه دي بس كده. ان شاء الله ان شاء الله تقفل الامتحان، مراجعه قويه جدا هي مع خمس ايه مع 15 اختبار. بعد كده اهو يا ولاد زي ما احنا شايفين، تمام. بعد كده بقى عندنا ايه 15 اختبار. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنحل الاختبار الاول والثاني. عندنا سامبل تيست 1، طبعا الاختبارات اللي نازله ايه طبقا لاحدث مواصفات الورقه الامتحانيه للعام الدراسي 2024. فزي ما هنحل كده بالظبط تدخل تلاقي في الامتحان. يبقى تدعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناه ومتابعه لصفحه الفيسبوك مس هبه رجب علشان يصلكم ان شاء الله كل جديد. يلا تاني عدالي نشوف الاختبار الاول. بيقول listen and choose the correct answer from A, B, C or D. نسمع نص الاستماع وبناء عليه اختار الاجابات الصحيحه. Last week الاسبوع الماضي عاد الفيزيتر ذا ميوزيوم اوف مودرن ايجيبشن ارت ان كايرو. الاسبوع الماضي علي زار متحف ايه اولاد، ها، الفن المصري الحديث في القاهره. It's for free to visit، طبعا الزياره بتكون مجانيه. He saw portraits of important and normal Egyptian people، شاف صور لناس مصريين. He also saw big and small sculptures، وكمان شاف ايه ولاد تماثيل. When did عادل visit the museum، امتى راح زار المتحف ده؟ Last month ولا last week، yesterday ولا last May؟ طبعا يا ولاد last week. Where is the museum of modern Egyptian art، موجود فين؟ In Cairo ولا أسوان ولا لوكسور ولا طنطا؟ طبعا قلنا in Cairo. How much did عادل pay for visiting the museum، دفع كام عشان يزور المتحف ده؟ 30 pounds، 30 جنيه. much money، الكثير من النقود. nothing، ما دفعش اي حاجه. a little money، القليل من المال. طبعا ايه nothing، احنا قلنا ايه it's free، دخول ايه بيكون مجاني. what did عادل سيزر، شاف ايه هناك؟ شاف portraits the pyramids ولا temples ولا statues، طبعا هناك ايه اولاد، شاف هناك portraits. السؤال التاني في الامتحان بيقول لك complete the following dialogue، اكمل المحادثه. يارا عند سلمى are talking about healthy food، بيتكلموا عن الطعام الصحي. يارا بتقول لها it's important to eat healthy food، من الهم ناكل طعام صحي. do you agree، هل تتفق يا جماعة؟ تقول لها ايه yes I agree with you. سألتها سؤال تاني، قالت لها no we shouldn't eat fast food it's unhealthy، لا يجب ألا نأكل ايه الطعام الوجبات السريعة لأنها إيه غير صحية. بتقول لها إيه should we eat fast food، هل يجب أن نأكل أطعمة سريعة؟ قالت لها no. قالت لها حاجة تانية فردت عليها وقالت لها yes fizzy drinks aren't good for our health، فتقول لها are fizzy drinks not good for our health، هل المشروبات الغازية ليست صحية أو ليست جيدة لصحتنا؟ تقول لها إيه yes. what food should we eat، ماذا يجب أن نأكل؟ تلاقي حاجة تلاقي إيه all kinds of food، كل أنواع الطعام. تقول لها we should eat، يجب أن نأكل all kinds
اوف وطي. استغربت قالت لها وات دو يو مين تقصدي؟ قالت لها اي مين وي شود ايت a variety of food. يجب أن يكون هناك أي تنوع في الطعام اللي بناكله لأن الجسم محتاج كل أنواع الطعام الصحي يا ولاد. السؤال التالت القطع اللي عليها الأسئلة read the following then answer the questions. بيتكلم النهاردة على reading، القراءة. reading is a very important habit. القراءة دي يا ولاد عادة هامة جدا. التعود على مين؟ على reading. it gives us new ideas، بتدينا أفكار جديدة and improves our language، وبتحسن إيه اللغة. when you read، عندما تقرأ you need to be in a quiet place، محتاج تكون قاعد في مكان هادي. it's better to wear your reading glasses، من الأفضل أن ترتدي نظارة القراءة if it is necessary، ولا الأمر ده ضروري لو نظرك ضعيف يعني. also أيضا you should read different topics in different fields، يجب أن تقرأ موضوعات مختلفة في مجالات مختلفة، يعني يكون عندك تنوع في القراءة. it's a good idea to have a pen من الجيد أن إيه يكون لديك قلم in your hand في يدك to underline and circle عشان تشد خط وتعمل دايرة the important points على النقاط الهامة to remember لكي تتذكر what you read ما قرأت. remember يتذكر. it's good to discuss what you have read، من الجيد أن تناقش ما قرأته with your friends as well مع الأصدقاء. people read for different goals، الناس بتقرأ لأهداف مختلفة. some people read for enjoyment، بعض الناس بتقرأ للاستمتاع. to feel happy لكي تشعر بالسعادة and spend nice time، وتقضي وقت جيد. others read for work، البعض بيقرأ للعمل. students read for their study or research، يعني عندك الطلاب بيقرأوا إيه علشان أي حاجة عليهم إيه في المذاكرة، بيذاكروا أو إيه بيعملوا بحث. all of us read the news daily، كنا بنقرأ الأخبار يوميا and the weather reports وتقارير الطقس. بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. the opposite يعني العكس of the underlined word remember، عكس كلمة remember is remind ولا repeat ولا forget ولا discuss. طبعا remember يا ولاد عكسها ايه؟ forget ينسى. discussing what you have read is، انك تناقش ما قرأته دي حاجة ايه helpless غير مفيدة بالمرة، ولا useless عديمة الفائدة، ولا useful مفيدة، ولا wrong خطأ طبعا ايه useful. some people read for or read to help or to feel، بعض الناس بتقرأ عشان تشعر بايه؟ hungry بالجوع، sad الحزن، happy السعادة، ولا bad السوء طبعا عشان تشعر بالسعادة. what is the main idea of the passage؟ بيتكلم ايه عن ايه القطعة دي ولا نقول ايه reading القراءة. طيب بيقول لي what does the underlined word it refers to؟ it refers إلى واحنا بنقرا قلنا تعودي على ايه؟ على reading القراءة. why do you think you should have a pen when you read؟ ليه لازم يكون معاك قلم وانت بتقرا؟ تعالوا اقول لكم كده الإجابة اهو. to underline or circle the important point is to remember what you read، علشان تشد خط أو تعمل دليل على النقاط الرئيسية لكي تتذكر ما قرأته. بدي جابت السؤال يا أولاد السادس، تمام. السؤال الرابع سؤال اختيارات. choose the correct answer from A, B, C or D. can I borrow your not jacket؟ هل يمكن أن أستعير الجاكيت بتاعك؟ إيه ده بقى ترتيب الصفات لما خدناها يا أولاد في الملابس. all the cotton blue، غلط. blue cotton بلو all the cotton، لأ. بعد كده عندنا all the blue cotton دي الإجابة الصح، بجيب العمر واللون والخامة طبعا دي برضو ايه غلط، الخامة تكون في الآخر ويجي بعد ايه قبلها ايه اللون وقبلهم العمر. I am thirsty، أنا عطشان. do you have not water، عندك ايه مية؟ many ولا few ولا some ولا any؟ أنا بسأل سؤال، من اللي بستخدمها في السؤال وفي النفي؟ طبعا بستخدم any في السؤال وفي النفي. during your study، أثناء مذاكرتك. you should not notes، المفروض اعمل ايه الملاحظات؟ speak ولا take ولا talk ولا wait؟ طبعا take notes تاخذ ايه وتدور ملاحظات. don't not many sweets، لا ايه الكثير من الحلوى. they are bad for your teeth، لانها سيئه على الاسنان. don't eat ولا eating ولا eat ولا to eat، طبعا don't يجي بعدها الفعل في المصدر يا اولاد لعمل ايه امر منفي.
عبد الله is able to قادر على استوري، قادر يعمل ايه القصة، ريد ولا كوك ولا فيكس ولا سويب، طبعا ايه قادر ان هو يقرأ القصة. شكسبير ده كاتب مشهور ومعروف يا اولاد، وورز اي جريت انجلش ايه قارئ يعني سوري كاتب يعني ايه، فوتبولر لاعب كرة قدم، رايتر ولا كاربينتر ولا بينتر، رسام ولا نجار ولا كاتب ومؤلف ولا لاعب كرة قدم، طبعا رايتر. ماي فادر لايكس ترافلينج باي بلين بيكوز اتس، هو بيحب السفر بالطائرة ليه؟ علشان دي حاجة ايه بورينج مملة، تايرنج متعبة، كومفورتبل مريحة ولا انكومفورتبل غير مريحة، طبعا كومفورتبل. عادل بوت تشيب نقط ساندلز يسترداي، اشترى ايه رخيص ساندل يسترداي، الساندل مصنوع من ايه يا ولاد، ليذر الجلد، جولد الذهب، سيلفر الفضة ولا ودن الخشب، طبعا جولد سوري ليذر الجلد. بعد كده بيقول لي كارز اند باسز الاتوبيسات والسيارات، نوت ماتش بولوشن الكثير من التلوث، ريبير تجهز، كورس تسبب، ريديوس تقلل، ستوب توقف، طبعا يا ولاد كورس بتسبب. ماي سيستر اولويز اختي دايما، دينر فور اس بتعمل ايه العشاء لينا، فيدز تطعم، ايتس تاكل، سيرفيس تقدم لنا الطعام ولا تيست تتذوق، طبعا ايه سيرفيس ايه دينر بتقدم لنا ايه وجبه العشاء. Complete the sentence with the correct form of words in brackets. عاوزين نعمل تصحيح للكلمات اللي بين الأقواس. ريتاج كان ديت كاراتيه. أنا عندي كان يجي بعدها الفعل في المصدر يا ولاد، يبقى نقول إيه؟ دو. المصدر من ديت دو. ريتاج كان دو كاراتيه. إبراهيم واتش a football match on TV now. ناو تقول على إيه؟ Present continuous مضارع المستمر. فإبراهيم هتاخد إيه في المضارع المستمر؟ تاخد إز وفير باي إن جي تبقى إز واتشينج. عبد الوهاب has got many water. many تيجي مع اسماء تعد، المياه لا تعد ان كاونت، نقول ايه has got much water، كثير من الماء. بيقول لي احمد is going to، يجي بعدهم فعل في المصدر going to make a kite، هيصنع طائرة. السؤال السادس والاخير في الامتحان، write a paragraph about 90 words من 90 كلمة، a visit to the museum، زيارة الى المتحف. طبعا احنا قلنا الموضوعات كلها جايه في بدايه المراجعه على المنهج ايه كامل. عندنا بقى سامبل تيست الاختبار التاني ونسمع نص الاستماع. بيقول ان تشاينا في الصين people eat eggs، الناس بتاكل بيض، that are months of years old، عمره ايه شهور عديده، they are called بنسموها century eggs اللي هو ايه بيض القرن، they are black and green inside، لونها من الداخل بيكون اسود في اخضر، they smell a lot and have salty taste، رائحته قوية ويكون طعمه ايه طعمه مالح. بيقول لي ان نوت people eat eggs that are months of years old، فين ده، في انديا ولا تشاينا ولا ايجيبت ولا فرنسا، طبعا في فين يا ولاد، في تشاينا في الصين. the tigers is about، النصر بيتكلم على ايه يا ولاد، eggs century eggs ولا ducks ولا chickens ولا مين، طبعا ايه century eggs بيض القرن، these eggs are not inside، لونه ايه من الداخل يا ولاد، blue and green، black and green، green and yellow ولا black and red، طبعا ايه black and green، these eggs have no taste، طعمه ايه nasty ولا sweet ولا spicy ولا salt، طبعا ايه salty. السؤال التاني المحادثة بيقول لي ياسر is in a cloth، شوف محل ملابس، looking for a pair of trousers، يبحث عن ايه بنطلون. الشوب كيبر الباع في المحل قال له كان اي هيلب، لا يمكن ان نساعدك، طبعا يقول له ايه يس بليز، اي ام لوكينج فورورد ا بير اوف تراوزرز، انا بدور على ايه بنطلون، بات كود اي تراي ذيم اون فيرست، بس ايه هل يمكن ايه ان ايه اجربه واقيسه الاول، هيقول له ايه اوف كورس، هيقول له ايه بقى، هيقول له على مكان غرفه تغيير المنازل، هيقول الملابس، هيقول له ايه اوف كورس changing room، يا غرفة تغيير الملابس is here، موجودة هنا، قال له thank you، راح يجرب، فالشوب كبير قال له ايه، قال له no they are too small، لا مش ملائمين، هيقول له ايه مش على قدي، هيقول له يا ولاد do they fit يعني ملائم او مناسب you، قال له نو ذي ار تو سمول، صغيرين جدا، طبعا هيطلب مقاس سنة، يقول له ايه دو يو هاف ا بيجر سايز، عندك مقاس اكبر،
اقول له يا سيري ورد اتفضل، اقول له مثلا ايه they are great مناسبين I'll take them هاخدهم خلاص. فبيقول له اوكي ليت مي راب ذيم فور يو، خليني ايه اغلف لك الايه البنطلون تمام يعني الفه لك. قال له ثانكس، قال له شكرا جزيلا. القطعه النهارده بيتكلم عن ايه بقى؟ English is an international language. اللغه الانجليزيه دي لغه ايه يا اولاد؟ لغه ايه عالميه. And millions of people are learning it all over the world، وملايين الناس بتتعلمها في جميع انحاء العالم. من students كثير من الطلاب who learn English بيتعلموا الانجليش will use their English to communicate with other speakers، بيستخدموا اللغة الإنجليزية في التواصل مع الآخرين. This means ده معناه إيه؟ إن they تعود عاملين على students they have to be able to، يجب أن يكونوا قادرين على understand each other، أن يفهموا بعضهم البعض. The students have studied English for more than 90 years in Egyptian schools، الطلاب بيتعلموا الإنجليش من أكتر من 90 سنة في المدرسة المصرية. من English books كتير من الكتب الإنجليزية are read in schools تقرأ في المدرسة and universities والجامعات. Egyptian students الطلاب المصريين are often sent abroad to English speaking countries، كتير من الطلاب المصريين يا ولاد are sent بيسافروا ايه abroad الخارج to English speaking countries علشان ايه يا ولاد يتكلموا ايه الى دول ايه التحدث او دول الناطقة بالانجليزية. Nowadays الان وهذه الايام teachers help their students to develop او develop their language، في ان هم ايه يحسنوا ويطوروا اللغه. skills مهارات اللغه of listening زي الاستماع speaking التحدث reading القراءه writing الكتابه. tourists السائحون who speak English بيتكلموا English visit our country بيزوروا بلدنا all the year round طول العام. we should release the importance of learning English، يجب ان ندرك اهميه تعلم اللغه الانجليزيه. choose the correct answer. students use English to not with others، بيستخدموا الانجليش في اولاد. help يساعد ولا communicate تواصلوا مع الاخرين ولا stay يبقى ولا بلا يلعب to communicate with others يعني تواصل مع الاخرين. Egyptian schools المدرسة المصرية have taught English بتعلم اللغة الانجليزية for more than اكتر ايه من كام سنة يا اولاد years 50 ولا 70 ولا 90 ولا سيرت طبعا ايه 90 years اكتر من 90 سنة. the word develop can be replaced by، عايزين كلمة تساويها يا ولاد دي معناها ايه يتطور او يحسن. clear صافي او نقي remove يزيل improve يحسن ولا proof طبعا يا ولاد improve. what does the underline pronoun they refer to، refer to تعود على من يا ولاد على students الطلاب. give a suitable title for the passage، النهارده بيتكلموا على يا ولاد English language اللغة الإنجليزية. What do you think millions؟ Why do you think millions of people learn English all over the world؟ ليه ملايين الناس بتتعلم اللغة الإنجليزية حول العالم يا ولاد؟ الإجابة عندي في أول سطر نقول because English is an international language، لأن الإنجليزية يا ولاد إيه لغة عالمية. ده إجابة السؤال السادس. Choose the correct answer from A, B, C or D. My mother, أمي. A French article مقال فرنسي into Arabic إلى اللغة العربية. translate ترجمته push يدفع washes يغسل ولا mix طبعا ايه translate ترجمته. not food tastes hot الطعام الايه مذاقه ايه حار sweet المحلى juicy اللي هو مليء بالعصارة ولا spicy الحراق ولا nice طبعا spicy. don't make noise لا ترتكب ضوضاء. you will not the baby هتعمل ايه للبيبي؟ please ولا feed ولا frighten ولا هي طبعا سوف ايه تخيف البيبي. سلمى بليز ذا جيتار بتعزف على الجيتار. she is in a famous هي في ايه مشهور؟ سيديوم ولا ماركت ولا كلاس ولا باند؟ باند يعني ايه فريق العزف. he is going to mountain biking ركوب درجات في الايه في الجبال. take ولا do ولا try ولا make طبعا try سوف يجرب ايه mountain biking. to be good at sport علشان تكون جيد في الرياضة. You should not it لازم تعمل ايه؟ repair يصلح guess يخمن ولا practice يتمرن ولا protect يحمي طبعا ايه practice. not are like planes حاجة تشبه الطائرات but they don't have wings ليس لها أجنحة.
موتور بايكس، الدراجات البخارية، بايكس الدراجات، بوتس المراكب والهليكوبترز، طبعا هليكوبترز اللي هي الطائرات النفاثة. نوع تو ترافل تو لوكسور، ار يو جانج ولا يو ار ولا ار يو؟ طبعا مش عايز سؤال يا ولاد، طبعا ايه هناخد دي ولا ويل يو؟ طبعا ايه، يو ار جانج تو لوكسور، يعني ايه انت سفر لزمان الاقصر. لاست ويك الاسبوع الماضي مروه نقط وكايرو باي باص، عايزه حاجه في الماضي، از ترافلنج ولا ترافلد ولا ترافلز ولا ترافل؟ طبعا يا ولاد ترافلد، سافرت عشان عندي لاست ويك. اف اي نوت اول ماي اكزامز اي ويل بي هابي، قاعده اف مضارع بسيط مستقبل بسيط، مضارع بسيط مع الاي فعل بدون اضافه، يبقى اف اي بس، لو اكتست الامتحانات هكون ايه سعيد. تصحيح الخطا، كومبليت ذا سنتنس وذ ذا كوريكت فورم فور ذيس ان براكتس، اي هوب شي ويل، يجي بعدها الفعل في المصدر، المصدر من جت جيت ذا جولد ميدل، اتمنى ان هي تحصل على ميداليه الايه الذهبيه. if you want to be healthy، اذا اردت ان تكون بصحه جيده، you should، عايزين بعدها فعل في المصدر، you should eat healthy food. what you like for lunch، what do you like for lunch، يعني ماذا تحب على الغداء. She knew how to answer، عرفت ازاي تجاوب على الايه الكويشن السؤال. بعد كده عايزه ايميل عن ايه يا ولاد، هاو تو تشوز يور كلوز، كيف تختار ملابسك. يور نيم از هدى، اسمك هدى، اند يور ايميل ادرس از هدى @gmail دوت كوم، ده هنحطها فين جنب كلمه فروم. يور فريندز نيم از نور، نور هنا يبقى ايه دير نور، and here email address is nour@yahoo.com، نكتب الايميل بتاع نور جنب كلمة يا ولاد تو يعني ايه. طب ايه how to choose your clothes، ده السبجكت بتاعنا، نكتبه جنب كلمة subject. بعد كده how are you، كيف الحال، جملة افتتاحية. بعد ما اخلص الموضوع بتاعي انهي بكلمة ايه see you soon، جملة ختامية، اراك قريبا. yours، واللي بعت الرسالة دي هدى، كل ده عليه درجات. طبعا الموضوعات كلها موجودة في بداية المراجعة، اللي هسيب اللينك بتاعها أسفل الفيديو إن شاء الله. كده يا ولاد حلينا الامتحان المتوقعين للإنجليش للصف الثاني الإعدادي طبق لمواصفات الورقة الامتحانية 2024، انتظرونا كل فيديو هيكون معانا امتحان متوقعين بإذن الله نخرج عنه الامتحان. يا ولاد تدعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناة وتابعوا صفحة الفيسبوك مسح برجب عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد، بتمنى نجاح بير التوفيق باذن الله. كانت معكم بس برجب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.